العمل المدني ومؤسسات المجتمع المدني في وسط كل الأزمات العالمية اللي بنمر بيها بعد أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. الحقيقة أنه الجميع هنا بيعول على دور المجتمع المدني وماذا يقدم المجتمع المدني، بجانب طبعا دور الدولة اللي يعني بكل يعني جهود بتتعمل لمسألة أنه نحافظ على الفئات الأكثر تأثرا بما يحدث عالميا، دور هام جدا. إلا أنه الرهان يمكن الأكبر على دور المجتمع المدني. خليني أكلم حضراتكم النهاردة على قافلة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويمكن إحنا النهاردة بنتكلم عن المرحلة 17 من هذه القوافل، القوافل بعنوان ستر وعافية. القافلة كان مكانها في قرية الحمولي في كمان وتوابعها بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم. بنتكلم على 13 كيان من كيانات التحالف الوطني كانوا مشاركين وبيقدموا خدمات لعدد، احنا بنتكلم في 15,000 مستفيد من خلال كمان وجود 2000 متطوع. والحقيقه ان مساله التطوع دي مساله هامه جدا، وبعدها المجتمعي وبعدها النفسي على المتطوعين كبير جدا. ويمكن لما تتكلموا مع حد من المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني يقول لك ان انا بستفيد بشكل كبير جدا من خلال ان انا اكون موجود في القوافل دي، بستفيد على المستوى الانساني، بستفيد على المستوى النفسي لما بشارك في هذه القوافل. فده بعد تاني خالص للمتطوعين داخل هذه القوافل. طيب قوافل ستر وعافيه ده الحقيقه انه بيجي بعد توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا، وكمان ده مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وفقا لخطه للحمايه الاجتماعيه الخاصه بالتحالف. نقدم ايه لهذه الاسر؟ ايه اوجه الدعم اللي بتقدم لهذه الاسر الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا؟ دلوقتي معانا على التليفون النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم. يعني احنا بنتكلم على انه دي المرحله 17 من قوافل ستر وعافيه، عايز اعرف ابرز الخدمات اللي بتقدم للاهالي في محافظه الفيوم من خلال قوافل ستر وعافيه. وطبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان ده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما حضر المؤتمر الاول للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي واشاد بما قام به التحالف الوطني، وطلب من التحالف المزيد في ظل الظروف اللي بتمر بيها الدوله وبتمر بيها العالم كله واستمرار وجود التحالف. النهارده المحطه قطار سطر وعافيه وصل للمحطه 17 وهي محافظه الفيوم، يعني مركز يوسف الصديق قريه الحمولي. طبعا القافله متنوعه ومتعدده وفيها كل التخصصات، لان في 13 كيان بيقدموا خدمات كلهم في مجال تخصصه. ففي طبعا في خدمات علاجيه بتتكشف على المرضى في القريه والقرى التوابع، بنشوف الضغط، بنشوف السكر، بنشوف الكشف المبكر لسرطان، بنشوف الامراض المزمنه، بنكشف على العيون، عمل مخدرات. ده الجزء الطبي، اكتشاف حالات القلب، الحالات اللي عندها روماتيزم على القلب او غيره. ايضا في الدعم الغذائي، احنا بنتكلم فيه اكثر من 9000 وجبه غذائيه ساخنه و5000 كرتونه، 9000 كرتونه و5000 وجبه غذائيه. بنتكلم عن حوالي اكثر من 70,000 حاجه. بنتكلم ايضا على دعم المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر للشباب والاسر الاكثر احتياجا للمراه المعيله. ايضا في الموضوعات الخاصه، عايز اسمع حضرتك سياده النائب عن سياده النائب، عايز اسال حضرتك عن دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. شكل الدعم هنا ايه المقدم للشباب في مساله المشاريع الصغيره والمتوسطه، وازاي بيكون في اتصال ما بينكم وما بين الشباب دي، وايه اللي مقدم ليهم؟ هل مشاريع افكار لهذه المشاريع، ولا تمويل لهذه المشاريع، ولا الاثنين؟ هو الاثنين طبعا موجودين. مثلا في مؤسسات بتدعم فرص العمل للشباب من خلال مثلا مشروع، خاصة ان هو الشاب او الاسره الاهليه عندها ظروف مرضيه معينه وغير قادره على المعامل بشكل كبير، بيتعمل لهم كشك، بيجهز جميع المستلزمات ودي التجهيز كامل، بيتعمل لهم الترخيص. برضه بعد الامتياز بيتعمل لهم محاولات، بعد محاولات مثلا بعض السيدات المرأة المعيره بيديهم يعني مثلا بالمكالمة ممكن ده يقدر جزء بيها. بالاضافه لو الشباب عايز مشروعات بنوصلهم للصندوق الاجتماعي ايضا من ضمن القافله اللي هو دعم عصارة الابواب كبار السن، بتقديم الدعم ليهم المادي في صوره مساعدات ماديه. ايضا الاداره الخاصه بتقديم كراسي متحركه
وبعض يعني الاجهزه اللي هم بيستخدموها. ايضا بالنسبه للتوعية لقضايا كثيره جدا زي التوعيه الصحيه وقضايا تنظيم الاسره والصحه التجاريه، ينتقل التكلفه تطلع حوالي 5 مليون جنيه، ودي طبعا اكبر قوافل تمت في تاريخ مصر. الاثنين قوافل الثامن كانت قوافل احنا حصل على اي كيان او اثنين او ثلاثه، 13 كيان من اكبر الكيانات على مستوى الوطن، كلهم بيساعدوا وكلهم بيدعموا، ووجود اخير متطوعه في خدمه 15,000 نسمه طبعا ده شيء غير مسبوق على مستوى مصر بل على مستوى العالم. سياده النائب، عايز اسال حضرتك عن قيمه التجمع ده، لما نشتغل 13 كيان مجتمعي مدني بيشتغلوا تحت سقف التحالف الاهلي للعمل التنموي، قيمه التجمع ده، احنا قبل كده كنا بنشتغل كل مؤسسه مشكوره بتعمل شغلها بس لوحدها، وعليه بنشوف يعني جهات ما او اماكن ما ومجتمعات ما وصل لها تنميه بشكل كبير، وصل لها مساعدات بشكل كبير، واخرى بيتم اهمالها بشكل كبير. وطبعا ده جزء من اهداف التحالف ان احنا نصل الى الاسر الاكثر احتياجا، الشعبيه الذهبيه اللي ممكن جمعيه تدي الاسره وجمعيه ثانيه تدي نفس الاسره بينما اسره ثانيه محرومه. ده هدف من الاهداف. وايضا الهدف الكبير جدا هو التكامل في الخدمات. يعني انا بقول مثلا انا اقدم له مثلا مواد غذائيه، بس هو كمان محتاج ان هو نبص عليه نشوف عنده قصر نظر، عنده طول نظر، طب عنده سكر او عنده ضغط، يبقى عنده خدمه علاجيه. طب هو البيت بتاعه عايز سقف او عنده مياه شرب او صرف صحي نقدمها له. يبقى هو التكامل في الخدمه، ودي مساله غايه في الرقي. يعني هي دي مهام كريمه الرئيس اطلقها، ان انا اوفر له سواء الغذاء سواء المسكن الملائم، الحياه الملائمه. فدي التكامل دي الجديد، هو التكامل في الخدمات. فاحنا 13 تحالف، 13 جمعيه، 13 كيان، كلهم بيطلع احسن ما عنده. وطبعا يعني لما يبقى في 13 واحد بيخدموا شخص غير واحد او اثنين او ثلاثه بيخدموا شخص. صحيح. كان قبل كده قافله الاغذيه الطبيه فقط، قافله غذائيه فقط، قافله مثلا البنيه الاساسيه فقط. لا، دلوقتي القافله بتنزل القريه، ما يعني ما بتسيبش حاجه في القريه. اي مواد في القريه هيستفيد منها. لو زرع عقل هيستفيد، بل كبير سن هيستفيد، مريض هيستفيد، مرأة معينة هتستفيد. يعني كل الأسر، كل الأسر أكثر احتياجا هتستفيد. ودي بتعمل نقلة كبيرة جدا، وهي دي صورة صورة محترمة للتكافل اللي احنا بنقول للعالم كله. دي مصر اللي هي عندنا بنؤمن إيمان كامل بالتكافل الاجتماعي، وبنؤمن بالتراحم العلمي، لأن النهاردة الناس في ظل الأزمات، في ظل الأزمات المفروض الكل يتكاتف عشان يعني نخفف الضغط على المواطنين. وده طبعا توجيهات فخامه الرئيس اللي هو حريص كل الحرص، والمجتمع الاهلي طبعا استجاب لده، واحنا سعداء جدا. يعني تحرك المجتمع الاهلي سعيد جدا بما يعمله. وزي ما قلت لحضرتك وحضرتك عندك معلومه اكيد، ان عام 2022 ما تم صرفه 14 مليار جنيه. برضه من ضمن المشروعات اللي تمت النهارده تمويل المزارعين، هم احتاجهم في زراعه اجدنا من القمح والصويا. يعني عايز اقول احنا بنتكامل بشكل كبير جدا، ودي تجربه يعني جديده وتجربه رائعه وتجربه فريده لم نشهدها من قبل. ان يكون هذا العدد و23 13 دول قابلين للزياده، واحنا بنزاد العدد عن كده. وفي نفس الوقت احنا يعني بيبقى تحديد القرى بشكل دقيق جدا. يعني تحديد القريه بتبقى القريه الاكثر احتياجا، على اساس ان احنا عايزين نضمن ان المساعدات اللي رايحه من تصل لمستحقيها المحترمه، تصل الى اكثر الناس استحقاقا. صحيح. ويمكن هذا التكامل بين كل هذه المؤسسات الخاصه بالمجتمع المدني بتتعاظم الفائده، وده اللي احنا محتاجينه بالظبط في هذه الفتره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.